المستحيل ليس مغربيا اعزائي المشاهدين. الف مبروك، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، والحاجة صلوا على نبيها المصطفى. يعني لحظة ادراك فقط، يعني ركزوا معي. بطبيعة الحال كأس العالم الدور النصف النهائي فيه اول منتخب افريقي، اول منتخب عربي امازيغي، اول منتخب طبيعة الحال يوصل الى هذا الدور، الدور المتقدم، دور النصف النهائي قبل ما تبدأ كأس العالم. اكبر المتفائلين المغاربة لم يكن يتوقع ان المنتخب دور النصف النهائي، واكثر المتشائمين كان يقول بطبيعه الحال يعني الخروج سيكون من الدور الاول ولا الخروج. يعني المهم الكثير من القيل والقال قبيل هذه البطوله، الكثير من الاستهزاءات، الكثير من الكلام اللي ماشي في محله. اعزائي المشاهدين اليوم هذا اكبر دليل على ان كره القدم فيها كل شيء ممكن. صراحه تحيه للمدرب الركراكي الذي قام بكل شيء، الركراكي الذي قام بلم شمل هذا الفريق اللي ديما كنت نقولها لما كان المنتخب المغربي يدخل في فتره فراغ، برغم وجود الاسماء الكبيره، برغم وجود اللاعبين الكبار، برغم وجود لاعبين مثل حكيم زياش، ولا لاعب مثل سفيان مرابط، ولا لاعب مثل حكيمي. يعني كنت نقولها دائما تنقص هناك الروح، واليوم المدرب هذا جمع شمل هذا الفريق. وبطبيعه الحال كما تشوف، خلينا نسمعوا كاكا ماذا يقول. زون مهاريون في افضل مستوياتهم، الحارس هون تهانينا على هذا المستوى، وناحي كذلك لاعب ثمانية، يا له من لاعب، يا لها من مهارة، ويا لها من مباراة. كاكا ينبه بالتأكيد. أنا سأقول بأنه قد يبدو الأمر فرديا، ولكن الأمر الأهم في هذا الفريق هو المجموعة. المجموعة بالتأكيد قوية جدا، يلعبون بشكل ممتاز. تهانينا للمغرب فعلا وللشعب المغربي وكل المنطقة العربية. حان وقت الاحتفال، حان وقت الاحتفال. نعم، والاحتفال مستحق. البرازيل خرجت، كرواتيا خرجت، بلجيكا خرجت، ألمانيا خرجت، المنتخبات الكبيرة خرجت من المونديال. المنتخب المغربي يواصل المشوار، وما زالت المغامرة التاريخية أعزائي المشاهدين مستمرة. أعزائي المشاهدين للتاريخ. بطبيعة الحال قلت لكم أنه هذا المدرب لما شمل هذا الفريق، هذا شوف الهدف. يا نصير يا طلع، صراحة مثل ما طلع. شوف الملك الأمير القطري طبيعة الحال واقف يشجع، الأمير واقف يشجع، أمير دولة قطر، مملكة قطر طبيعة الحال. يعني كل العرب يساندون، الكل يشاهد والكل يتابع والكل يساند والكل يشجع بدون استثناء. يعني ركز لي مع الأشخاص اللي يشجعوا، ركز لي مع الأشخاص اللي واقفين، وركز لي مع الأشخاص اللي يتابعوا بروح نقية وبروح صافية. ما تركز ليش مع الأشخاص اللي حاقدين، كاين ناس حاقدين، سبحان ربي بعدهم ويهديهم. بتأهل المنتخب المغربي في إنجاز تاريخي، فرحة أندية دولة قطر شاهدناها، وفرحة كل مسؤول. دافيد بيكام، ناصر الخليفي، كل حاضر يتفرج في هذه المباراة الربع النهائية. الكل جاء ماشي باش يشوف كريستيانو رونالدو، الكل جاء لكي يشاهد هذه المفاجأة وهذا الأداء الأسطوري. أعزائي المشاهدين بطبيعة الحال للتاريخ، إنجاز تاريخي. حكيم زياش غير واثق من نفسه، ماشي متوقع. البخال كان قادر يكمل المباراة في شوطها الثاني بطبيعة الحال، يسجل هدف ثاني. صراحة فوز فريق لم يتلقى هدف، الفرحة، الرقص، بطبيعة الحال كل شيء مستحق، كل شيء مستاهل، كل شيء. رونالدو يبكي بالدموع. ودع المونديال الدون، آخر مونديال له في مسيرته. بطبيعة الحال كل احتراماتنا للدون، ولكن اليوم لا مكان للدون ولا مكان للتكلم عن هذا الشيء وعن هذا البرتغال إلى آخره. خلينا اليوم نركزوا على الأداء الأسطوري. صراحة أنا ما شفتش المباراة كاملة لأنه كنت خدام، ولكن شفت الهدف تاع نصيري. نصيري أكد على نفسه بطبيعة الحال، وطلع في السماء وجاب الكرة وضربها براسه كأنه بطبيعة الحال ضربها بالقلب تاعه. صراحة مباراة لتاريخ، إنجاز تاريخي، إنجاز سيبقى خالد في ذاكرة كل صغير كل كبير. الحمد لله عشنا هذا الإنجاز، وما زال إن شاء الله المباراة القادمة الأمل موجود أعزائي المشاهدين، لأنه الكثير من الأشخاص شككوا في مشوار المنتخب المغربي لما وصل الربع النهائي. يقول خلاص ربع النهائي، خلاص يعني نهاية المشوار. لا، كل شيء ممكن. هذا هو المشكلة احنا عندنا اليوم، الفكر العربي والفكر الامازيغي والفكر تاع دول افريقيا. خلينا نقولوها بصراحة، يعني دائما ما نستهزئوا بنفوسنا ودائما ما نقللوا من قيمة نفوسنا. اليوم وليد الركراكي اعطى الثقة للاعبين، اعطى الثقة لنفسه، اعطى الثقة للشعب، اعطى الثقة لكل انسان يحبه، لكل انسان يسانده. اليوم وليد الركراكي اكد على انه لا يوجد اي شيء مستحيل في كرة القدم، واكد بانه لاعبي كرة القدم هم نفس الشيء. طبيعة
بطبيعة الحال تختلف المهارات، تختلف الإمكانيات، تختلف التكوينات، ولكن في أرضية الميدان 11 لاعب ضد 11 لاعب، لازم عليك تلعب بالروح بالقتال بالكفاح لكي تصل إلى النهاية. وهذا الشيء اللي داروه كانوا رجال صراحة، شئت أم أبيت، حتى إن كنت تكره المنتخب المغربي هذا الشيء أنا متأكد أنك داخلك راك تستعرف به. لعبوا لعب رجولي، يعني خلينا من الإمكانيات، خلينا من المهارات، خلينا نهضروا على اللعب الرجولي. لعبوا لعب برجولة، نفس كبيرة، نفس روح، روح قتالية كبيرة، أنك تلعب ضد كريستيانو رونالدو وما تتنخلاش وتلعب بكل هدوء وبأريحية وتجيري الماتش تاعك وتسيطر على المباراة وتسجل وتحافظ على التقدم تاعك وتحافظ على نظافة الشباك تاعك. فهذا يعني دلالة على شخصيتك الكبيرة بزاف، دلالة على قوة شخصيتك، ودلالة على قوة الإرادة تاعك، ودلالة على قوة الرغبة تاعك. بطبيعة الحال لما تكون الرغبة يتحطموا كل الحسابات، يتحطموا كل الأوراق. كريستيانو رونالدو دون أحسن لاعب في العديد من السنوات، اليوم في كأس العالم ما شفناش ولا شيء من عند كريستيانو رونالدو، مع العلم أنه أنا من محبي رونالدو. حكيم زياش أيضا، الكل كان يقول حكيم زياش متى سنراه متى سنراه، رجع وكسب الثقة تاع الجماهير، سجل هدف في مباراة التحضيرية ضد المنتخب الجورجي، كان كأنه هذاك الهدف كتنبيه للكل بأني قادم كأس العالم وراح نقدم عليه، وجا كأس العالم وقدم عليه. أشرف حكيمي أيضا يلعب مصاب، رومي سايس يلعب مصاب، الإصابات برغم أنها أثرت على المنتخب المغربي إلا أنهم قاوموا وحاربوا وقاوموا كل الأمور السلبية اللي ممكن أنها توقع، واليوم شوفوا وصلوا. صراحة هذه لسون، وهذا درس، هذا درس لكل الفرق العربية، درس لكل الفرق اللي تستهزأ بنفسها وتطيح من نفسها، درس لكل مدرب طبيعة الحال يخدم بطريقة واستراتيجية ما فهمتش ديكتاتورية. لازم تعرف بأنه الروح اللي تخلقها في الفريق تاعك كلها تجي من عندك انت، بالروح تاعك والفريق تاعك اللي تجيبه معاك. ولذلك راك شفناه يضحك كيما زحف اللاعبين، يعرف كيفاش يجيري الضغوطات، يعرف كيفاش يدير يتكلم معهم يتوصل معهم، يعطي لهم الثقة في النفس الى اخره، قريب منهم. طبيعة الحال هذه العقلية لازم تكون عند المدربين. اليوم اذا اردنا ان نذهب بمنتخباتنا الابعد، شوف هيرفي رونار صح هو مدرب كبير الى اخره، ولكن تحسه كانه ديكتاتوري. اليوم وين وصلته الديكتاتورية؟ صح توج بكاس افريقيا مع المنتخب الزومبي على حسب ما اعتقد، حقق نتائج ايجابية مع المنتخبات اللي دربها حتى مع المنتخب المغربي، ولكن ما وصلش وين وصل وليد الركراكي. وليد الركراكي بطبيعة الحال بخبرة قليلة في التدريب، لما قلت الخبرة ما عندوش خبرة في كأس العالم، المرة اللي فاتت تكلمت على كأس العالم، وليد الركراكي لم يدرب في كأس العالم، أول مرة يدرب منتخب في كأس العالم، درب نادي الوداد وتوج معه بدوري أبطال إفريقيا، ولكن في كأس العالم أول مرة. يعني كي تقارن وليد الركراكي مع مدرب مثلا فان خال، ولا تقارن مع مدربين آخرين لعبوا كأس العالم كما لويس إنريكي، ولا شكون كان مدرب برتغالي أيضا مشي أول كأس العالم تاعو، يعني تشوف بلي كان فرق في الخبرة. ولكن وليد الركراكي أيضا عامل الخبرة ضرب عرض الحائط، وبين باللي القراءة والذكاء هو أحسن شيء، هو الشيء الأول بريمورديال. يعني الخبرة تاعك صح تنفعك، ولكن لما تكون عندك أناليز وعندك حسن القراءة هذاك الشيء هو اللي يصنع الفارق. مثلا كان اليوم منتخب مغربي رابح بواحد للصفر، كان يتأكد، كان متأكد وليد الركراكي بأنه منتخب برتغالي سيعود من أجل العودة في المباراة في الشوط الثاني، ولكن ثبت الفريق تاعه وثبتهم وعرف كيفاش يدير، يحافظ على الفريق تاعه متماسك في هذه المباراة. فألف مبروك، ألف مبروك، ألف مبروك، ألف مبروك، ألف مبروك، مليون ألف مرة. صراحة كل الكلام قليل في حق المجهودات هذه المبذولة، كل الكلام قليل في حق هذا الشعب اليوم اللي راه فارح. وديروا في بالكم باللي الشعوب ليس فقط المغربية اللي فارحة، الجزائريين، التوانسة، الليبيين، المصريين، الخليجيين كلهم بصفة عامة، المغتربين، أنا شخصيا راني كلنا رانا فرحانين، أقسم بالله العلي العظيم من القلب أعزائي المشاهدين. فألف مبروك وتحياتنا الخالصة لكم، وإن شاء الله المباراة القادمة ستكون قوة أخرى ظالمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين.